عظيم القول من حلل الوصايا أتت بالذكر من رب البرايا بشارة بها الأرواح تسمو وفي مضمونها أغلى العطايا وبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وبشر. اليوم سنتكلم عن أمر مهم جدا يخص كل الناس، إذا أردنا فعلا أن نعيش في هذه الحياة بصورة إيجابية، بصورة جميلة، بصورة مشرقة. وأنا اليوم أتكلم عن أمر عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وعاشه الصحابة، ونتعلم من هذه القصص ونتعلم من هذه الأحداث القوة، التمكين، الإيجابية، الإبداع، المثالية، التميز. وهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا في الحياة، ألا نكون دائما في عدم حركة. هذا الكون الذي حولنا يتحرك، هذه الشمس تتحرك، هذا القمر يتحرك، هذه الأفلاك تتحرك، هذه النجوم تتحرك. هذا الإنسان الذي يقف أمامكم وكل البشر الذين أمامكم، إن لم يتحركون هكذا فإنهم يتحركون من الداخل. هذا يريد وقود، هذا يريد إنتاج هذه الحركة، والوقود هو الإيجابية في حياة الإنسان المؤمن. يروي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما ذهب لزيارة مريض كان دائما يقول طهور إن شاء الله، أو طهور لا بأس إن شاء الله كما جاء في بعض الروايات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبث الإيجابية في المرضى، يذهب إليه طهور لا بأس إن شاء الله. بغض النظر، بعض الناس اليوم عندما يذهبون لزيارة مريض، أنت مريض، هذا المريض هو الذي سوف يقتل البشرية، وقد مات بسبب هذه المرض آلاف الناس، وهذا المرض هو سبب تعاسة الناس. أنت اليوم تزيده هم وتزيده، يعني ليتك لم تزره، ليتك لم تذهب إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور لا بأس. ذهب يوم الأيام لزيارة عربي، كان هذا العربي شيخ كبير مريض، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له طهور لا بأس إن شاء الله. فقال له تقول لي طهور؟ إنها حمى قاسية، يعني حمى ثقيلة في بدني، على شيخ كبير تزوره القبور، ستوديه للقبر مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع منه تلك الكلمات قال نعم إذن، يعني أنت كما أردت، أنت كما طلبت، هذا هي إرادتك، هذا أنت أمنيتك، هذا هو طموحك، نعم. فقال في اليوم الثاني مات ذلك الرجل. لو هذا الإنسان كان يطمح بالشفاء وكان يطمح بالإيجابية في نفسه، ولهذا اليوم تثبت بعض الدراسات أن الإنسان كان كلما كان إيجابيا، كلما كان منشرح النفس، يستطيع أن يتخطى بعض الأمراض وبعض يعني الصعوبات في الحياة، لأن هذا مولد طاقة قوي داخل في جسم هذا الإنسان، يستطيع هذا الإنسان أن يتعامل مع هذه الحياة بإيجابية. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس إيجابيا فقط في حياة في يعني وضع الناس المرضى فقط كما يظن البعض، لا، بل في كل شيء. حتى يوم من الأيام يروى أن رجل اقتحم بستان أنصاري، فأمسكه هذا الأنصاري فوجده يأكل من بستانه، ثم أمسكه من يده وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله لقد اقتحم بستاني وأكل منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات جدا راقية، قال هل علمته إن كان جاهلا؟ هل علمته إن كان جاهلا؟ هل أطعمته إن كان جائعا؟ لعل هذا الذي دخل هذا البستان هو جائع، يحتاج إلى أن يأكل، ليس عنده قوت يومه، فلماذا أنت تذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيم عليه الحد، لكي يقيم عليه حد السرقة، لكي يقطع يده؟ لعله جائع، لعله جاهل لا يعرف. هل علمته إن كان جاهلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبث دائما روح الإيجابية بين الصحابة، يبث الروح الإيجابية مع من حوله الذين يعيشون بجواره، أيضا هي رسالة لهذه الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد هؤلاء الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، رسالة التفاعل، رسالة الإيجابية، رسالة الرحمة، رسالة الشفقة. هل أطعمته إن كان جائعا؟ هل علمته إن كان جاهلا؟ فاليوم نحن في خلاف يعني ما يريده الله سبحانه وتعالى من هذه البشرية اليوم،
اليوم نحن نعيش في سوداوية، نعيش في حياة مظلمة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الذين عرفوا معنى الحياة وعرفوا معنى التفاعل وأرادوا فعلا لهذه في حياتهم أن يبنوا أمجادا ويبنوا أوطانا. على من نلتقيكم بعد الفاصل، انتظروني إن شاء الله. في الماضي بذل أجدادنا جهودا كبيرة للحصول على الماء، أما اليوم فالماء يصل إلى منازلنا دون عناء. أنا ألتزم. عطانا الرحمن رزقه، والعطية عطية وما تنحسب بثمانها. ترى ما كل العطايا مال، كل من أعطى رب العباد يعطى. يرضي عباد الله، الله يرضيه. العطاء ماشي حال حد، ولا نوع ولا عنوان واحد، ورب العباد كريم للي يعطي. العطاء شيمة الأوفياء. مع كل صباح تبدأ قصة جديدة وشغف نحو النجاح. حتى مع الحياة البسيطة نسعى لمعايشة الواقع بتحدياته. بسواعدنا نبني الوطن إلى آفاق جديدة وتطلعات أسمى نحو التزام حقيقي. معا نرسم المستقبل. ولا بد أن تكون في حياة الإنسان المؤمن إيجابيات تملأ قلبه من أجل أن يتخطى صعاب هذه الحياة. إيجابيات مع من حولك، إيجابيات مع زوجتك، إيجابيات مع أبنائك. إذا لم تعش هذه الإيجابية ستعيش في سوداوية، ستشك في الزوجة، ستشك في الأبناء، ستشك في الجوار، ستشك في من حولك، ستسيء الظن بهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى من الذين آذوه ولقوا منه لقى منهم التعب والنصب كان إيجابيا معهم. أنتم تذكرون يوم الطائف عندما ذهب يبلغهم بهذه الرسالة، ما الذي فعله الكفار يومئذ؟ ضربوه، طلبوا من الصبيان وطلبوا من المجانين بضربه بالحجارة، تمزقت ثيابه حتى دمت قدماه شريفتين صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ خرج من الطائف بعد تلك الدعوة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذا الضرب وهذا الإيذاء وهذه الدماء التي نزفت لا أبالي بها، ليست عندي أي مشكلة فيها، ولكن المشكلة يا ربي هل أنت غضبان؟ هل أنت غضب علي؟ إن لم يكن بك غضب فلا أبالي. نظر إلى المنظر هذا أن الأمر مرتبط برضا الله سبحانه وتعالى عليه،
فوق ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل إليه ملك الجبال كما جاء في الرواية، فأمر فطلب منه فقال: يا رسول الله، إن شئت لأطبق عليهم الجبال الأخشبان كما جاء في الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كلا، لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم ممن يعبدون الله. كان متفاعل أن هؤلاء القوم سيعرفون الله يوما من الأيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم متفاعل أن هؤلاء القوم سيصبحون مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. هكذا كانت إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم، رغم الأذى رغم التعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم داعما يوصل هذه الرسالة إلينا، أن تكون دائما إيجابي في البيئة المحيطة التي أنت تعيش معها. حاطب بن بلتعة، وأنتم تعرفون قصة هذا الرجل الذي شهد بدرا، هذا الرجل وقع في خيانة كبيرة جدا، وهذه الخيانة في ميزان الدول اليوم جزاءها الإعدام، أن يقتل الإنسان. لماذا؟ لأنه بعث برسالة إلى كفار قريش يقول لهم: انتبهوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم. خيانة، يبلغهم بخطط تلك الدولة، بأهداف تلك الدولة، ينشر عيوب تلك الدولة لمناطق أخرى، لجبهات أخرى. هذه تعتبر خيانة في ميزان البشرية. ماذا فعل الفاروق عمر بن الخطاب بعدما وقع الكتاب في يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا رسول الله، دعني أقطع عنقه، اجعلني أقطع عنق هذا الرجل الخائن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أنا ألتزم في استخدام المياه عند الوضوء قدر حاجتي. عطانا الرحمن رزقه، والعطية عطية، وما تنحسب بثمانه. ترى ما كل العطايا مال، كل من أعطى رب العباد يعطى. واللي يرضي عباد الله، الله يرضيه. العطاء ماشي حال حد، ولا نوع ولا عنوان واحد، ورب العباد كريم للي يعطي. العطاء شيمة الأوفياء. مع كل صباح تبدأ قصة جديدة وشغف نحو النجاح. حتى مع الحياة البسيطة نسعى لمعايشة الواقع بتحدياته. بسواعدنا نبني الوطن إلى آفاق جديدة وتطلعات أسمى نحو التزام حقيقي. معا نرسم المستقبل.
هذا الرجل المنافق قال له: يا حاطب، ما الذي دفعك بذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لسيق في قريش وأريد أن يكون عندي يد أحمي بهم هؤلاء الناس، أنا لسيق بهم، ملتصق، أشاركهم في المال، أشاركهم في التجارة، أشاركهم في الحياة، فأريد أن يكون لي يد خير. والله يا رسول الله ما أشركت، والله يا رسول الله ما نافقت، والله يا رسول الله ما كفرت. كان دائما يقول تلك الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر بن الخطاب؟ دعه يا عمر فقد شهد بدرا، دعه يا عمر فقد شهد بدرا. النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك الإحسان لهذا الرجل، تذكر ذلك الموقف، ولم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف لهذا الرجل، دعه يا عمر فإنه شهد بدرا. كم نحن ننسى إحسان الناس إلينا، كم نحن ننسى إحسان المحسنين إلينا، كم نحن نسيء الظن بمجرد الإنسان وقع في خطأ معي أو يعني تحدث بحديث إلى رجل آخر أسيء به الظن، لا أذكر إحسانه ولا أذكر أبدا شيء من حياته. فقال: دعه فقد شهد بدرا، إني صدقته فصدقوه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الأطباء يقولون أن التفاعل والإيجابية في حياة الإنسان تقضي على مشاكله وعلى الهموم التي يعيشها، حتى أنها تستطيع أن تقضي على بعض الأمراض. عندما يكون الإنسان عنده طموح سامق يستطيع أن يتغلب على تلك المشاكل. اليوم البشرية لا تستطيع لا طبيا أن تجعل هذا الإنسان في لحظات الموت يعيش في قمة الإيجابية والسعادة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك عندما قالت فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتضر واكرباه، فقال لها: يا فاطمة، لا كرباه بعد اليوم لأبيك. نعم، إنه يلقى الله، مشتاق إلى أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض، إلى هذا الإكرام العظيم. لا كرباه بعد اليوم، قمة في التفاعل أثناء المرض، قمة في التفاؤل والإيجابية أثناء الاحتضار، أنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هكذا كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أن يوصل هذه الرسالة، أنك لابد أن تكون إيجابي حتى في سقمك، أن تكون إيجابي في مرضك، في ساعة احتضارك، في من حولك، مع زوجتك، مع أخيك، مع كل من الذين تعيش معهم. لابد أن نعيش وأن نمارس هذه الأبجديات الجميلة لكي فعلا نعيش سعادة في هذه الحياة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن ألتقيكم في الحلقات المقبلة في هذا البرنامج، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبشر على الإحسان يا إنسان ترقى، مدى الأزمان والأفعال تبقى، إذا أحسنت للغير ستلقى، من البشرى تفيض بها الحنايا، برضوان الإله من البشائر، لكل الناس في طهر المشاعر، جمعناها بإحساس الخواطر، ونهديكم بها أزكى التحايا. وبشر